المحلة مدينة تاريخية عريقة كلنا نعرفها بشركة مصر للغزل والنسيج، أكبر مصنع للنسيج في الشرق الأوسط، بس مش كلنا نعرف إنها كمان أكبر مصنع للموسيقى النحاسية في مصر. من أوائل القرن العشرين والمحلة معروفة بالفرق النحاسية، كان أشهرها وأكبرها فرقة ملجأ الأيتام اللي كانت بتصدر خريجيها لفرق الموسيقى العسكرية بالبلاط الملكي والجيش المصري، ومنها طلعت فرق الفنان محمد عبد الدايم والمايسترو حسين الكحكي وفرقة الفنان محمد أطاطا وغيرهم. وزمان كان للفرق دي أيام في الأسبوع بيطلعوا فيها الحدائق العامة يعزفوا للناس ويوزعوا عليهم البهجة والسعادة. لما نتكلم عن الفرق النحاسية في المحلة لازم نتكلم عن الفنان حسين الكحكي اللي اتولد في المنشية القديمة سنة 1926 وكان أول مدرب لفرقة غزل المحلة للموسيقى النحاسية. الكحكي كان مدرسة لوحده، اتخرج من تحت إيديه مئات العازفين المحترفين اللي كون منهم فريق غزل المحلة، الفريق اللي موجود من أكتر من نصف قرن ولحد النهاردة. الكحكي كمل موهبته بدراسة الموسيقى خلال فترة تجنيده بالجيش المصري، وتعلم كتابة وتأليف النوتة الموسيقية، وشارك في أول عيد عمال اتعمل بميدان عابدين بالقاهرة، وعزف السلام الملكي في حضور الملك فاروق. وبسبب تفوقه عينته شركة الغزل بقسم الورش الفنية سنة 1957، وبعدها ادوله تفرغ للعمل داخل حمام السباحة، شغلانة ما فيهاش شغل كتير عشان يبقى عنده وقت أكبر لتدريب فريق المزيكا، وعمل فريق كان منافس شرس في مهرجان الشركات على مستوى الجمهورية، ولسنوات طويلة كان بيقتنص المركز الأول بلا منازع. ومع عمله بالشركة اشتغل الكحكي مدرس للموسيقى بمدرسة الفرير ومدرسة مدينة العمال بالمستعمرة، وكان سبب في حب التلاميذ للمزيكا لأنه كان شاطر في العزف على البيانو بجانب الآلات النحاسية زي الساكسفون والترومبيت. رحل الكحكي سنة 1994 بس ساب بصمته موجودة على كل آلة من آلات فرقة غزل المحلة النحاسية.